الصلاة والسلام على مولانا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سي غاية النماص الملك صدق الله هذا أخر من في الكتاب والتقوى كرحب الجميع هذا عسر لأبا قرة المحكمة سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الدولة العامة إلى أن يقيمون على شرف القضاة الذين تقاعدوا وعلى شرف القضاة الذين سينتقلون للعمل في محاكم أخرى. وهذه سنة طيبة وبادرة أتمنى أن تستمر لما لها من الأثر الطيب على النفوس الجميع خصوصا الذين سيقاعدون إن شاء الله للعمل في محاكم أخرى. ونتمنى أن يكون دائما نهاية العمل في محكمة معينة مشوبا بالاحتفال والفرحة والبهجة والسرور كما هو الحال في الشأن عندما يلتحقي الأستاذ القادم للمحكمة. نستقبله بحق التنسيق ونوجهه بحق التكريم ونتمنى أن تكون هذه السنة دائما إن شاء الله. سعيد جدا أن أكون مرة أخرى في هذا الحفل بما يذكر وسعيد أكثر وأن أشاهد الأستاذ محمد الغراوي قيد الأستاذ القداس الذي عانينا معه سنوات طويلة وأبى مشكورا إلا أن يحضر معنا من انشغالاته المتعددة. كذلك الشكر موصول للأستاذ شقيق أستاذ أمل الذي لم يتمكن من الحضور معنا نظرا اليوم يصادف جلسة محكمة الاستئناف بالرباط لإطار عمله الجديد في مقره الجديد. نشكره كذلك جزيل الشكر على تقبل الدعوة وعلى الحضور. هذا القضاة الذين سيحتفى بهم أشكركم أنتم محضرتم معنا. كنتمنى الحفل المتواضع ينال إعجابكم نكون ولو بشكل بسيط جدا حاولنا أن نقوم بواحد الحفل التكريم لنتمنى ينال إعجابكم. بداية كلمة لصيغة المحكمة ليس قد مشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الملك سادة القضاة سادة المسؤولين الإداريين أشرف.
أحسن الذين يعيدوا وقول لهم مرحبا بكم بهذه المحكمة وردتم بها سهلا وإن شاء الله تتيسر أشغالكم بها إن شاء الله تعالى لأنكم بين إخوانكم. وللمغادرين لهذه المحكمة لا بد من أن أؤكد على أن من غادرنا سيظل دائما في قلوبنا. فهذه المحكمة محكمتكم وستضل. فأكيد فراقكم صعب لكن هذه اسم الحياة، تشتغل تنتقل وتستمر الحياة. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى مسيرة موفقة بالمحاكم التي ستلتحقون بها. يصعب أن يفارقنا سويدا عبد الله ولكن لن يغادرنا بل سيرحل فقط من المحكمة إلى المجلس. رجل طيب، رجل صادق، رجل متميز. أتمنى لك السيد الرئيس حالي لمركز الدين بالتالي أتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله. أيضا قبل في اليمين باسمنا السيد حمزة أشرفي الذي نتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله تعالى نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لزمان. أنت معنا خفيف الظل. أنت معنا الرجل الذي يحضر بوقاره بهيبته بمكانته بعمله وبصدقك ايضا. اتمنى لك كل التوفيق. سيدي خالد الديري اشتغلت معه بالمحكمه الابتدائيه دول زازازي. اعرفه جيدا وهو يتبعني اينما حلت وارتحلت وربما سبقني يمكن الى محكمه الاستئناف لكن ما سهبت. ان شاء الله نشتغل معك ان شاء الله تعالى في مكان اخر. كنت نعم الرجل الذي تذكر وقلت عنك الكلام الكثير من كان على هذه المحكمة. قلت عنك أنك القاضي الذي يتم الاتصال به مساء الساعة 10 أو 11 ويجيب. وكنت أطلب منه بوسوسات ولازم أن أقول ذلك لأنني كنت رئيس المحكمة وكان معي. كنت أتصل به لمشقة وهي انتقال لتكملة النصاب لمركز القاضي المقيم بتنغير او قلعة الأولى او اي مركز من المراكز بالتابعة للمحكمة الابتدائية بوزازات. فكان يشبه فقط بكلمة واحدة مرحبا بكم استصغر ويستمر بيتو شيحضر الجلسة. وكذلك هو الشيء كان ذلك ايضا ما كان يفعله ولا زال الى يومنا هذا في هذه المحكمة. فقد انتقل لا تفنون ولا تلوين لا تلوين وحتى حينما طلبنا منه ان ينتقل الى مرسولات بها لتكمله النصاب مشكور على ذلك. فلم يرفض ويمارس مهامه بجديه وبتفاني الى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك استاذ خالد ونتمنى لك مسيره موفقه وان شاء الله تعالى مرحبا بك ضمن طاقم القضاء رفيع المستوى بمحكمة الاستئناف. نتمنى أن تكون خير سفير لنا بمحكمة الاستئناف رفقة الأستاذ وعياد لنبرز العطاء ولنبرز قيمة هذه المحكمة ولماذا انتجت هذه المحكمة من قضاة سواء من حيث الكفاءة حيث الالتزام الشفافية والالتزام والحياد إلى غير ذلك. نتمنى لك كل التوفيق. وصلت إلى محطة سيدي عبد المؤمن. سنقول عليك أنت تميز بخصلة التحرير، تحرير الأحكام وإيداعها يوم بعد مقدمها مباشرة. فكنت من الطاقم القضائي الذي صار على ذلك. فأتمنى لك التوفيق. أتمنى لك مسيرة موفقة بإذن الله تعالى. سي محمد وعياد رئيس مركز الأولاد دائما رجل صادق وسخيط عليه فقد نال الدكتورة هذه السنة. ومن لا شهادة الدكتوراه فهذا دليل على الجدية والالتزام وأن تزاوج بين
بين العمل المهني وأن تزوج بين البحث العلمي وأن تزوج بين حياتك الخاصة. هذه مهنة صعبة وقد نفذتها بنجاح، فهنيئا لك ولأسرتي وهنيئا لحكمة الإسلام التي ستحق بها. وإن شاء الله تعالى نشكرك على ما قدمته لهذه الحكمة وفي المركز، لأن المركز الذي ماشي مركز صغير، مركز في القضايا، وأتقنت العمل وأديت الواجب، فشكرا لك جزيل الشكر. ونتمنى لك من أعمالنا التوفيق كما هو حال ما يتمناه لك زملاؤك. وأعتقد أن هذه الكلمة باسمكم جميعا السادة القضاة، فأتمنى إلى أن شي حاجة مشي يدي شي واحد يوقفوني، ولا لا ترتيبي ولا تكتب شي واحد يوقفوني، راهم عندي بحال بحال، ولكن يقول لي منهما ذكرى فلا بد أن نذكرها وأن لا يقتصر رئيس المحكمة كلامه بإسلام الله يعطيكم وما يوفق، بل كل ما تميز به قاضي أو موظف أو إطار لازم أن يقال في محفل كهذا. وصلت لسيدي خالد الألم والذي يحضر معنا أخاه، فاصفقوا لسيدي خالد أخاه. هذا هو سيدي خالد أمله، يستحق منا الله يوفق. باش ما خليكش واقف، وكذا الاخ ديالو باش يصفقوا عليك ويشوفوا. شكرا للاستاذ الضب. وفي الكلمه الاخيره هي الشكر للجهه المنظمه التي وقفت على إعداد الحكم كما نمويها بهم على سيد الأستاذ النضال ولا السيد رئيس المصلحة ولا السيد رئيس كتابة النيابة العامة ولا السادة الموظفين فاطمة بغتنا اليوم معك يمكن عينا يمكن، لأن دائما الحضور دائما كتساعد في إعداد مثل هذه الحفلات التكريمية. هذا عيد بسيط جدا لنحتفي بهذه الخيرة. كنشكر الأستاذ نضال، نشكر الإخوان اللي عاونوكم، ونشكر كذلك اللي بقاو معنا ونحتفي معنا أيضا ديال الحرب الحراسة ديال الأمن ولا ديال القوات المساعدة ولا ديال الأمن ولا الأعمال النظافة ولا حتى الإخوان ديال الأوراس اللي جالسين معنا. شكرا لكم جميعا. هذا اللون التعبيري التكريمي للسادة القضاة اللي غيعذرونا، واللي هو أكيد غيكون لون تحفيزي لهذا التلقائي للقضاة الجدد اللي غيشوفوا هذه العائلة المتماسكة، العائلة التي تنتج بهذا الشكل، تنتج سواء على مستوى الإحكام ولا على مستوى الخدمات، وأيضا تنتج بهذا الشكل على مستوى التكريمات والاعتراف. الاعتراف بالجميل، الاعتراف بالعمل، وهو محفز ايضا للسادة القضاة الجدد الموظفين. شكرا لكم جميعا، شكرا سيدي الحاج البراوي، شكرا الاخ ديال الاستاذ امله، شكرا سيدي الاسريك، شكرا للاخوان كاملين، ونتمنى لمن سيستمر في عمله مسيره موفقه، ولمن وفق الله ان بلغ التعقد الله يسهل عليه ويوفقه ولوليته ولعائلته. ونأمل كما قلت شكرا لكم.